كالعادة هنبتدي حلقتنا بأهم المنشطات اللي اتقالت عن النادي الأهلي لكن في الجرايد. مجلة الأهلي: الأهلي المخيف يهزم سطيف، البطل يكتفي بهدفين فقط ويقترب من الأميرة. مجلة الأهلي: في ذهاب نصف النهائي الأفريقي الأهلي يا لطيف تلاعب أفاق سطيف، الفارس الأحمر يكتفي بهدفين فقط ويدخل موسوعة جينيس في إهدار فرص ذهبية. مجلة الأهلي: الحاوي ينقط بمهاراته فرص ضيعة بالجملة وهدف شرعي ملغي والحذر ضروري في الجزائر. الأهرام: الأهلي يقترب من التأهل لنهائي أفريقيا، فاز على وفاق سطيف بهدفين نظيفين وسهل من مهمته في اللقاء العودة في الجزائر. الأخبار: الأهلي يكتفي بثنائيته في مرمى سطيف ويقترب من النهائي الأفريقي، الأحمر يتلاعب ببطل الجزائر وهجومه يتبارى في إضاعة الفرص السهلة. المسا: الأهلي فاء وراء على حساب الوفاء، وليد ومحارب سجل هدفين في المرمى الجزائري واقترب الأحمر من التأهل. الأخبار المسائي: الأهلي فاء وبثنائية هزم الوفاء. الأهرام المسائي: الأهلي على أبواب النهائي الأفريقي. الأهرام المسائي: الأهلي يخطف سطيف في السلام، فاز بهدفي وليد ومحارب في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، كارتيرون يتألق تكتيكيا ويخترق حصون الوفاق من اليسار. الأخبار المسائي: الأهلي هزم الوفاء، المارد الأحمر يكتفي بثنائية في مهرجان الفرص الضيعة بنصف نهائي دوري الأبطال. مجلة الأهلي: العالمي أحمد صلاح يرفع راية التحدي، ما أحلى الرجوع إليه، لن نتنازل عن الفوز بكل البطولات والثاني ليس في قاموسنا، علاقتي بالأهلي أكبر من المال.